لكن بما اننا احنا دلوقتي موجودين مع منتج جري هنتكلم عن منتج جري اللي احنا منفذينه كمؤسسة الارتواز الفدي، ولكن بقول انه نجاح منظومة التركيب هو نجاح منظومة المكيفات، لانه التركيب جزء لا يتجزأ من نجاح منظومة التكييف. وطبعا الوكيل مع الشركات اللي اول مرة تشتغل VRF بيكون متابع معهم خطوة بخطوة. احنا يمكن ده المشروع رقم احنا عندنا هنا نفذنا في المنطقة الجنوبية، احنا بنتكلم في الفلل 12 مشروع، عندنا المشروع الفندق، عندنا مشروع عبارات جيزان وفرسان، عندنا مشروع قسم الولادة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وكل ده بفضل الله تم على أعلى مستوى يا مهندس محمد. وبالتالي المهندس محمد طبعا شرفنا النهاردة من شركة وسائل البيئة. شرف ليك وتشرفنا بيك يا مهندس محمد. الشرف لي والله. الله يخليك. وانتم معرفة كويسة، شركة الارتواز الفدي، مهندس علاء، ناس محترمة وناس تحترم، فريق عمل محترم، فريق عمل عنده روح الشغل، عنده روح الاجتهاد، عنده روح التطوير من نفسه. طبعا ما ننسى الجنود المجهولة اللي هم الفنيين. عايز أقول إن إحنا رأس مالنا الحقيقي هما في الفنيين، لأن هم دول الجند المجهول اللي دايما بيكونوا موجودين وراء الكاميرا، فمن حقنا إن إحنا نعرفه كبير السوبرفايزر الخاص بيه الشركة عندنا. تعالى صديق اتفضل. طبعا عندنا برضو صديق، هم دول الجنود المجهولة القوية. طبعا معانا بدر بسيوني وراء الكاميرا، ده طبعا من الجنود القوية عندنا، مسؤول قسم المشتريات ومسؤول الدعاية بالشركة. وطبعا يا كبير احنا دايما بنقول الارتواز الفدي من وان فاميلي. يس، كل نفرات في ارتواز الفدري وان فاميلي، من حتى من شغل، من امانه، من حتى من كوره، سوا سوا، كل شيء من سوا سوا، وان فاميلي. احنا دايما بنكون يعني شغالين بشكل كبير جدا، وهو ده نجاح الاداره يا جماعه الخير. وبننصح اي شركه ان احنا في النهايه تيم وورك. لما بنكتب في السي في اي كان وورك وستيم وورك، مش كلام كده على الفاضي، لا يا مهندس محمد. في النهايه احنا بنقول الارتواز الفدري عائله واحده، الارتواز الفدري فريق واحد، الارتواز الفدري يا كبير شغل من امانه، شغل من ضمير مهني، وهو ده اللي احنا هنفضل شغالين عليه. ودايما ان انا بقول اي نفر في مشكله يجوا لمين؟ من مهندس علاء. للمهندس علاء، دايما بنقول اخو وليس المهندس علاء. وبالتالي احنا بنقول هنا نقطه جوهريه بشكل كبير جدا، انا على المستوى الانساني احنا كلنا اخوان يا كبير، على مستوى العمل المهندس علاء، على مستوى الكوره كابتن علاء، لانه احنا دايما بنلعب كوره سوا سوا. وبالتالي نفسيه العمال صدقوني يا جماعه الخير هي اللي بتنجح منظومه العمل بشكل كبير جدا. ان العامل يكون موجود في بيئه عمل كويسه بتفرق معاه بشكل كبير جدا. الولد فردي وان فاميلي، زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله النظام بدا يشتغل بالفعل، المروحه الخارجيه بدات تشتغل، النظام اشتغل على اعلى مستوى. طبعا بنكلم المين كونتراكتور ان هو يركب كيبل تري في هذا المكان لحمايه المواصير النحاسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي للمهندس علاء الدين الارتواز الفدي للتكييف.